حياتي واحد النموذج ديال المرأة اللي كاين في المجتمع ديالنا اللي كتدافع على الحاجة ديالها وما كتبغى حتى واحد ياخذ لها حقها، وغتشوفوا حويجة جديدة وزوينة لأنه مكتوبة بأنامين زوينة اللي هي ديال الأستاذة جيهان بحار وإخراج ديال ندى الشرقاوي، دونك واحد لو ديو اللي زوين بزاف، وكنتمنى إن شاء الله الناس يعجبهم ويكون خفيف على قلوبهم يا ربي. هو مختلف تماما، لا من جهة اللوك، لا من جهة الطريقة ديال الهضرة، لا من أبعاد الشخصية، لا من التاريخ ديال الشخصية، يعني مختلف. وانا كنحاول ما امكن انه في كل بيرسوناج كنلعب انه يكون مختلف، واخا يكون كيتشابه شويه، ولكن نحاولوا نلعبوا على اللوك، على الجيستويل، على الغريماس، على الصوت، على بزاف ديال الحوايج كيبدلوا البيرسوناج. انا ندى ماشي اول مره غنخدم معاها، خدمت معاها في مسلسل محبوبي او سلسله محبوبي، كلشي غال معاها زوين بزاف. ودابا اول مره غنخدم مع الفنانه سلمى صلاح الدين، مع قمر السداوي، الزبير هلال، ايوب ابو النصر، خليل، دونك واحد لا تيم زوينه بزاف. ممكن كاين ممثلين اخرين ولكن ما نكونوش نفس الديكور، بحال الفنان انس الباز، الفنانه امل عيوش، ويصال بيريز، دونك هادو كنظن غادي نكون معاهم في نفس الديكور حيت ماشي الديكور ديالي، ولكن الحمد لله كاين واحد الانرجي زوينه بزاف، متعاونين مع بعضياتنا. نتمنى تكون عندي فرصه ان شاء الله في السينما، كاين اقتراحات مي غير اقتراحات، باقي حتى شي حاجه ما كايناش على ارض الواقع. ودابا الحمد لله في التلفازه بحال كتعطيك انتشار اكبر لانه كتدخل بيوت الناس، كنكونوا في رمضان، كنكونوا في غير رمضان، يعني كنكونوا في بزاف ديال الحوايج. كنا كنقولوا يا بعض المسلسلات كانوا كيرسموا الذاكره ديالنا وكيرسموا بحال دي سوفونير كنا كنعيشوا مع العائله بسبب مسلسل، بسبب واحد الجلسه كنجلسوا في الفطور ونتفرجوا في واحد المسلسل ولا واحد السلسله ولا واحد السيت كوم. دونك كنتمنى حتى حنا نكونوا بحال هكا.